لو الحكاية فيها إن فيدي وكذلك النقل الجوي لنقل الركاب والوظائف من مكان إلى آخر بطريقة اقتصادية سليمة وآمنة. وآخر جملة يجب أن أركز عليها جامد كانت الأمان في تأمين وسائل المواصلات. شمال الطرق المصرية تبلغ حوالي 64,000 كيلو متر، منها 24,000 كيلو تتبع الوزارة تحت إشراف الهيئة العامة للطرق العبادية والنقل البري، و40,000 كيلو أخرى تحت مسؤولية المحافظات والمحليات مثل صلاح سالم وشارع كورنيش إلى آخره. أحب أسأل سيادتكم إن على سبيل المثال في أمريكا يوجد حوالي 7 مليون كيلو متر من الطرق المصروفة وغير المصروفة. وغير المصروفة وهي الزراعية أو الترابية والتي لها أهمية قصوى وتأثير على الاقتصاد القومي. الطرق غير المصروفة في أمريكا فإيه بلد العالم قيمتها الاقتصادية زي الفيديو.